لفت لابد من القاش اركز عليهم وين اعرف الملف لابد من الخزنه عندي هون يا قد نوصل فيه ولا نعود نعود نوخذه ايه هاك حالته ذيك وعليكم السلام ورحمة الله. شحالكم ياك لباس يا الخير؟ شو ما سيك مالك حاسب شي؟ طوالت، هذا ما يقدر صح، هذا ما يقدر صح. أسبوع كل أسبوع لابد من كبش. هذا طول عمرك، ما هو معقول. أو ما في مشكلة إن شاء الله، ندور إن شاء الله ولكن نقيم مال المربط ونجيب لك كبش. كبش لا بد له من وسال هذه بايقتك ليش ما هو قد شيء ثاني ثروا لي هون نحسب دروس واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذا طايح هذا أرباعية لا أرد أرد له حلو سبة واحدة خلي على أرد لي له 2000 طايح هذا أرباعية ولا بد من قسطانتيس لا بد من لطيف ثاني شو أنا أراد لك سبة واحدة لا خلي الكبش وتوصيته هذه الكبش أوي خليك لي شوط إذا في الوقت هنا هنا ناصقين فيا ناصقين فيا يدور مكانهم هنا يسرخوهم ما يبقى لي منها مدقة هي هي ما يمشي بها ما هو انا حق ما يمشي بها ما هو انا اوف ولا مت يا اخوتي هذول الناس حد يسلم عندهم الكبش في العاد سالخوا عندهم ما يعاونون في الفودو هذا ما احتاج لك باش اقطعني وتوه اوف حني التلفن هاي المرأة يا اخوتي اوف الو ايوه الكبش راني قبضته والسلاخ لقيت عنه بزر الدار قبضي نلحقوا قدامي قبضت كبش اسمين من ادم بعد انه ما باعوا لي ما هو ب40 الف وقلع مني 2000 به اللي طايح حاله رباعيه ولا بد من وطيف دانتيست به اللي خلصت رباعيه سمعتي والله يا الكبش ما يخبطك ما خلطت من ذيك الدار دافعة أيوة لو متقدم وعدكم أوف مالك يا ريح ظهري الكبش بوينة نهرة مركيه بوتا ما يقود البوتا انت جاي
جيت بعد؟ ايوا انت الكبش منين؟ يا اختي حيني بعد ارد الروح، انا فتران وتعبان راسي يوجعني. لا ترد الروح انت ملالة تمت لك جاي ولك جاي يقول خذ عليها تقريب اللي مناجر. يا اخي ملالة جيت، تجي تعاود الكبش. الكبش له بالوجه. يا غير الحمد لله اللي ما سلخوه لي الناس وكي كانوا. يا ما جبت ما تسلح. ما جبت تسلح بيدي. ايه سلح. دورك تسمح الراجل اللي تعرف بجارنا. ولا دور يسحني الكبش. سمعتي انا معك بعد كنت بغيت تسلح خليه. ما يجي منه عظم ولا يجي منه شيء. لو كلوه ليه كامل يريحوا منه. سمعتي لو جبته في الوتا يا اختي كان يشوش والله لا سمح الله. هذا بعد الاول. يا اخي الله. حسين. ايضا اطفي لي مشي. يا حسين. قومي لا كانت تعيط لنا السلاح. انا كنت تجي. ابدا لا تفتر. من تجيب لي من مقصد بنادم يجي عند ديرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. باش تعرفين يا بابا؟ مرحبا مرحبا. شريت الواقع عادي شي؟ والله هذا هو السلاخ من شهر سلال يكون في العالم كامل. هذا اي والله هو شطاري في قلب ما شاء الله. هذا خير شو ما صرت شطاري قلب ما شاء الله. وانت يا عفيت في الكبش البويضه الكبش والله بس لا ينقص بشهر مره. خويا الكيس مزيان حلاتي ياك ولك الناس اللي ينبح الكبش ما يجبر حد ما هو جلو. شوف. والله يا اخي والله انا في الباص سلاح ما حضر كل حد على لا خير شفت هذا الكبش اللي تراعي فيه؟ ايه. دراك تسلخون سليخة مضبوطة. شوف ما نختار نجبر شي منه ما هو تاب. اسمع نختار نجبر ولد. ايه ما هو محتاج لك كامل اللي تشرب لين عدلوا لك ان شاء الله. لين عدلوا لك ان شاء الله وسلخ انا بس نسيت. طاري عدل جديدة والحاولة يقطع لك تقطع ويجي عنده كلام. اسمع هو الكبش مني. لا تكيس انا الكبش لايتم متافقين. اسمع ماني متراقب معاه. يا اخي قاعد قاعد معاه ما في مشكلة ما انا ضايق فيه ولا شنو. انا ضايق فيك. قال كيف شو يا اخوي اختينا خلاص حيوان يتعدلوا لي الحاله زين مشكله اسمع قال بها ما مشكله واضح والله كيف شو مين كيف شراي مدير في الكراج ولا تخش عليه قلنا قلنا عدل الكبش نعدل الكبش راهو في الكراج شوف على عدل الكبش هكا انزل شوي خلاص السلام عليكم لا فوق لا فوق 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 حالته دي يا احمد كامل رايح ما قابل شيء ان شاء الله ما عندي مشكله حاجه نسوي شوف هذا كشنو هذا لا لحمك لا هو لا لا قدو هذا كشات نحن لا يا شات شوف انا قاعد حم انا اعرفه شوف انا قاعد حم انا اعرفه يا غير هي الشحنين نسوي لك هي الشكر عليها كم مش كر على اربعه محمد فؤاد وهيدا محمد فؤاد هي الشكر عليها كم احنا شوي قلتها ها محمد فؤاد لا قلت لك محمد فاري الشكر عليها كم؟ أربعة شوف كرا جبتنا كراع واحد قط شفت لي أبويا الشيء كراعها واحد شوف أنا قاعد ما أعرف الحال يا أخي قط شفتوا لي الشيء يا صاحبي أي حال تعرفه؟ أي حال تعرفه؟ نعرفه بس محمد محمد فاري حين نستولك هي الشيء عندها كم الكراع؟ أربعة شوف هذه الشيء طالع كراع واحد أبويا قط شفت لي الشيء كراعها واحد ما أبو شيء قط شفت لي الشيء عينها واحدة ما نعرف ليش قاطسي بتريشي عند نصورك ما نعرف ليش قاطسي بتريشي عند سيقه واحده ما نعرف ليش انت تسرق ما لا قلت وين حملك انت والله في جيبي انت عنده جاوب مش شيء قبله وين مش اللي انت والله عليك على كيف الانواص محترم راسك شوي ماني محترم راسي انا شيء محترم راسك شوي شيء شو لا رجعت لنفسه لا رجعت لنفسه يا اخوتي الشحن اللي سوى لكم وجدتكم وجرسول قاطسي بتولي شيء زي لمتها ما نعرف هذه الشيء يا اخوتي اللي طرحناها من هذه الوتر فقدمنا معك مشيناها كرعي اربعه طالع كراع واحد ايوه المهم اني انا صر انا بعد النوع ما نعرفه ولا تشغل من قاعد فضل ما تقول قاعد اي مشي ابوي يا فاطمه تعرف انا ليش شغلت المراه؟ تلفنت عليها قلت لها لا هنا تبغى سلاح من البطوار ويا سلاح في فم قالت لي ما الله عندنا سلاح وزر الدار وانسان مضبوط ومسقف خلاص كان لي شغلت حد مسقف ويا انت انا مالي قلت سكر يا اخوي صوتك راه دبجيه كل حد يصلت لك انت مالك يا امي صابني سكر صابني سكر شوفي عنك هذه الشيء هذه الشيء اللي شوفي هاي الشيء اللي كانوا كراعيها اربعه واسبق مشي شوفي بقى كراعها واحد وهذه الشيء اللي ما بقى فراش ما قبضته شوفي بقى عينها واحده سمعتي وشوفي شوفي عنك ها هوك وجدت لكم وجه رسول ها هوك كريم الجير والله ابو دير والله بيل والله نصور والله كرطان كنت عارف ليش شغل هاي وقتي ليش شغل لا يتفل على بلاد امك لا يتفل على صاحبي راك شو البطوه لا نفرح في الناس يا اختي ها هوك لا نفرح نوتم انا راك نفرحت في اصحابي نوتم ما عندني من حل ما هو تلفن على صاحبي في البطوله يذبح لي شات الهيل سمعت وعود هو شارف عليها واقف عليها ما ماسها حد ولا مزقها لها حد عظم اني تجلس ان شاء الله ونضل نقيسها انا ونجيبها هذا هو صالح اخوي هو الصالح لا خلي ذيك هذا كذا قيل راه هو انا نمشي انا وكل واحد يتوب زين اعطيك الظل اخبارك وتوكل